الخاتم وعبد الرحمن تاج الخاتم، وهنا مسجد الشيخ تاج الخاتم خيري، مسجد له تاريخ عريق جدا في هذه المنطقة. ونحن نطلب من الأخ عبد الرحيم يدينا نبذة عن تاريخ المسجد، الناس جوجلوا هنا من جنسيات مختلفة، حتى لو تتذكر أساميهم ممكن تسرد لنا تاريخ المسجد. إن شاء الله. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا المسجد ذاته يعني مسجد قديم، يعني من قبل الوالد كان في يعني اسمه خيمة بتاع القش بتاع دي، أبوه كان قاعد خيري، لكن المباني كله ما كان فيه إلا هذا اللي ينقو بانقيري. بعدين بعد كده الشيخ تاج الخاتم إنه سافر لجهة دونقلة، اختار جزيرة مقاصد فكي حمد مسجد هناك، قرأ هناك، حفظ القرآن، وقعد بعدين مشى في إرتدي عند الشيخ محمد صالح الأزهري، درس العلوم. بعدين لما يتأخر هناك نهايته بعد كم سنة، ولا بعد ما حفظ القرآن أخذ حوالي سنة. أي هو قاعد هناك أبوه توفى، إن دون شيخ سيد محمد جندي أنا تفاهم لما مشي هناك محمد جندي برضو جاء وتاني رجع. بعد كده الشيخ فكي حمد على إنه يا أخي أنت ما دام أبوك ما دام توفى وهناك المسألة ما في أحسن أنت أرجع، لأنه أبو سيد جندي كان مصر على إن الشيخ تاج خاتم يجي البلد بعد كده وعمر المسجد. أي وكان قاعد كان يعني بيشوف المسجد بينما هو ساكن في القتري. شيخ حمد ذات وجمع الشيخ. بعدين شيخ عبد القادر بتاع أحمد. أي بعدين بتاع برجة مشايخ جمع الشيخ، جاء فتحوا الخلوة والشيخ رجع وما خلى إلا بتاع برجة قال أنت أقعد هنا مع الشيخ وشيخ عبد القادر يرجع يكمل القراية. الشيخ قاعد هنا فتح الخلوة، يعني اسمه دي بتاع الطلبة بقوا كتار ما قدر يستعمل، ما في أكل يد الطلبة دي يأكلهم بتين. بعدين احتار قال إنه نوى قاعد هو الشيخ محمد سر الخاتم الكبير مرة من هنا، إن أنت أبوهم تلاقون أجن جاء خش في الخلف في البتالي في القبة دي، هو تعالى قال هو كان بيقول هذا رجل إن الراقد الفرحوم بالجمال وبالحمير. سير الخاتم كان ماشي لبحري، الشيخ بقى الوالد قام جاب الحمار وركب معاهم لحد تبج سكوت. من هناك عايزين يرجعوا، محمد سير الخاتم قال يا أخي شيخ تاج الخاتم أنت أرجع ألحق الخلوة بتاعك والبلد هناك. قال له يا سيد أنا ماشي مصر عشان أخرج الأزهر أكمل العلوم بتاعي حاجة بشكل. قال له لا أرجع من هنا إن شاء الله راح يجيك العلم والبتادة كل حاجة. سمع كلامه ورجع جمع هنا وجستغر هنا. أي طيب يا شيخ، طبعا من كلامه ده واضح انه هذه المنطقة منطقة كبيرة فترة طويلة محروسة بشيوخة وناس الكرام. وأسنى طبعا احنا عايشين في مشكلة بتاعت انه المنطقة دي بتاريخها، يعني بنعرف المساجد هنا في المنطقة دي
عمارة أكثر من 600 سنة. أكثر من القرآن في البلدية أكثر من 600 سنة. والخلاولية كانوا بيجوها الناس من إفريقيا دول مختلفة. أجناس مختلفة من الحبشة من إفريقيا الوسطى من تشاد وغيره من اليمن. يعني كل الأجناس كانوا بيجوا هنا في الخلوة واستفاد من هذه الخلوة. وكان يعني القرآن في المنطقة دي بالذات من صدر محس يعني كما عادنا يعني شيء أساسي أو ركن ركين من حياتهم. نحن بنعتقد المثل كده تراث تراث ثقافي وديني واجتماعي وحضاري. إن لك أنه موصف إن جفت شيء هل معقولة؟ معقولة بينك دينا معقولة. لا هل بترضوا الكلام ده؟ ترايكم شنو؟ لا نحن ما بنا ما بترضوا كل يوم يسعى ربنا سبحانه. طيب إذا أصلوا يعني هؤلاء المشايخ زي ما نركب يقولوا الشباب وراهم هم الرافضين أو يقل من الشباب اللي هم الرافضين، لكن الحمد لله نحن في لقاءاتنا يعني أخذنا عينات مختلفة من الشباب ومن المزارعين ومن التجار ومن الشيوخ وخشينا الجدر والأراضي والنساء، فأكدوا تأكيد جازم إنه هذه المنطقة برجالة بنساء بشبابها يرفضوا قيام السد رفضا تاما. بارك الله فيكم والله يعمر مسجدكم إن أيوة شاء الله. وذكر لنا بعض الطلبة من أجناس مختلفة يعني عدم رغى غريبين نتهم قريبكو جلولوا دعمل نعم غريبين نعم. خارج السودان أيوة نقول يعني كلفوا اللي يمنينا غينا يمنينا حمدان من اليمن جرمي. وبعدين أبو بكر من ناحية من ناحية السودان الفرنسي أيوة. وبعدين محمد عيسى اللي بتابع من تنقسي يعني دور يعني من كويك ماضي بعيد حاجة من أي من عمارة فعلا يومن الحبشة شمالنا من برجة وبتاع أي يعني أخير عباس من أملة شكرا جزيلا بارك الله فيك. يعني اللي نحن حضرناه كان في أكثر من 300 طالب اللي نحن حضرناهم ولا حلاوة البتادي كلها كان حلاوة جاء بناية بتاع عبد الله محمد حسن من كرم البلد بناها زي كلهم ويعقوب واحد اسمه يعقوب من أشا وبنى خلوة هنا وحج حسين برد بنى له خلوة هنا ورا بين البابين ده كان لك نور أمين ورا منه بتاع أسلام محمد أسلام محمد سبيبة ده كان السكن بتاعهم يعني كان صالح اي ما سايق بدنا نسافر كتبت ايوه يعني كان في حاله هناك يعني كان مجمع بتاع شيوخ يجوا هنا هذه صورة السيد سيدي سيد المعز وهذه الغرفة هي مكتبة الشيخ داج الخاتم خيري وخذت صورة حتى معدات الوضوء والنصلاية أخذت صورة أسامة الطلبة اللي كانوا هنا سبحة الألفية هذه صورة الشيخ دورك وهذه عباءته ما زالت محتفظة أو محفوظة. وهذه مكتبة عابرة
بشتى الكتب. نلفت نظر المسؤولين في الشؤون الدينية والجهات المعنية بالأمور الدينية أن تهتم بالمساجد وأن تدعم مثل هذه المساجد، وخاصة هذا المسجد يحتاج إلى دعم متكامل من الجهات المعنية. نرجو، وهكذا نحن عرضنا على المسؤولين من خلال هذا التوثيق أن يتم دعم هذه المساجد ودعم القائمين بأمر.